يعد نظام القياس الإلكتروني أهم الأنظمة المتعامل بها عالميا، الذي يمكن الجهة المستخدمة له من معرفة كميات مخزوناتها، ويسهل عليها عملية الحصر اليومي في الجداول المالية والحسابية في شركة النفط بعدن. دشنت استخدام هذا النظام في محطة خورمكسر النموذجية كخطوة تطويرية ستشمل باقي المحطات في العاصمة المؤقتة عدن. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل لبيب محمد علي. دشن مدير عام شركة النفط بعدن الدكتور صالح القريري ومعه نائب المدير فضل منصور ومدراء عموم الشركة والمدير الفني اليوم العمل بالقياس الإلكتروني لخزانات شركة النفط في محافظة عدن. وخلال عملية التدشين اطلع مدير عام الشركة القريري على الخزانات وعملية الربط بالنظام الإلكتروني الذي سيمكن المحطة من معرفة كمية المخزون واحتياجات المحطة من الوقود في حينه. وأكد القريري أن الشركة ستقوم بتعميم هذا النظام الذي أشرفت على تركيبه الإدارة الفنية ومجموعة الفرع على جميع محطات الشركة في عدن وباقي محطات الجمهورية المحررة. الندشن لنظام إدارة المخزون إلكترونيا كمحطة نموذجية أولا، كأول محطة في سعينا نحو التحديث الإلكتروني والأتمتة في إدارة في شركة النفط بجميع مجالات عملها، سواء كان في الجوانب الإدارية أو في الاستفادة من نظم المعلومات تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخزون أو إدارة المحطات بشكل عام، محطات الشركة. وإن شاء الله هذه العمل سيعمم على كل المحطات الخاصة بالشركة لما له من فائدة كبيرة وعظيمة أيضا في عملية التعرف على المخزون ومراقبة المخزون، التعرف على الكميات الموجودة، يعطيك المعلومات الكافية عن حركة المخزون وحركة المواد داخل أي محطة من محطاتك من خلال الربط الشبكي أو في المنشآت، لتعرف على حالة كل محطة من المحطات والمخزون فيها. وعلى صعيد متصل قام مدير عام شركة النفط الدكتور صالح القريري بزيارة إلى مكتب إعلام الشركة. وخلال الزيارة اطلع المدير القريري من مدير إعلام الشركة على المهام التي يطلع بها إعلام الشركة، مؤكدا على أهمية الإعلام في هذه المرحلة، متمنيا لهم النجاح في مهامهم. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.